أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو الفصل الأول، الكميات العددية والكميات الاتجاهية. صنفت الكميات الفيزيائية إلى نوعين، كميات عددية وكميات اتجاهية. الكميات العددية هي تلك الكميات التي يمكن وصفها وصفا كاملا من خلال ذكر مقدارها فقط. أما الكميات الاتجاهية وهي الكميات التي لا يمكن وصفها وصفا كاملا إلا من خلال ذكر مقدار الكمية واتجاه، يعني كل كمية لها مقدار واتجاه. هذا بالنسبة للكميات الاتجاهية. من تلك الكميات العددية الشحنة والحجم والكتلة ودرجة الحرارة إلى آخره من الكميات المختلفة والمتنوعة. هذه الكميات ما يميزها أنها لا تحتاج إلى متجه لتكون واضحة بصورة كاملة، بينما الكميات الاتجاهية تحتاج إلى متجه حتى تكون مفهومة بشكل واضح. ميزة الكميات الاتجاهية من خلال رمز عليه سهم، يعني نائل F تمثل القوة والسهم يمثل اتجاه القوة، لأن القوة هي كمية اتجاهية. تمثيل المتجه، حتى أمثل أي كمية فيزيائية اتجاهية لابد من وجود لتلك الكمية مقدار، وكذلك يجب أن يكون لذلك المقدار متجه. فرضت هنا للوضوح أو للتبسيط متجه أي مقداره 6 وحدات. مثل ما تلاحظ مقدار المتجه هو طول السهم، أما اتجاه المتجه أي فهو اتجاه ذلك السهم. يعني أي كمية فيزيائية اتجاهية بصورة عامة إلها مقدار وإلها كذلك اتجاه. توصف هذه الكمية في الفضاء الخارج. المحاور الكارتيزية، تعرف المحاور الكارتيزية على أنها 3 محاور متعامدة، هي الأكس والواي والزد. هاي المحاور من صفتها أنه هي متعامدة، يعني الزاوية بين الأكس والواي 90، كذلك الزاوية بين الواي والزد 90، والزاوية بين الزد والأكس 90 درجة. لذلك سميناها مرة بالمحاور الكارتيزية لأنها تمثل أكس وواي وزد، مرة نسميها بالمحاور المتعامدة لأن الزاوية بين كل محورين 90 درجة. كل محور انطيناه يونت فيكتور. المحور اكس انطيناه وحدة متجه، رمزنا لها بالرمز اي، وهذه العلامة اللي فوقها يمثل انه هذا هو كمية اتجاهية مقدارة وحدة واحدة، بس اتجاهها هو باتجاه المحور الرئيسي اللي هو الاكس. اما المحور واي فله وحدة متجه جي، ايضا مقدارها وحدة واحدة بس الاتجاه هنا يعطيني اتجاه الواي. كذلك بالنسبة للمحور الثالث هو الكي. فعندي المتجه اي الى 3 كميات، هي الاي اكس والاي واي والاي زد. هاي الكميات الثلاثة وصفتها بالفضاء على شكل المعادلة التالية. هاي المعادلة مهمة، هاي المعادلة ما تتغير لأي متجه، نوصفها من خلال 3 مركبات وكل مركبة لها اتجاه. مثل ما تعرفون الـ AX هو باتجاه الـ X، إذن وحدة المتجه انطيناها للـ X الـ I. الـ AY مقدارها على الـ Y، وحدة متجه الـ Y هو الـ J مثل ما تلاحظ بالرسم. كذلك بالنسبة للـ AZ وحدة الاتجاه هنا عندنا اليونت فيكتور على المحور زد هي الكي. إذن الاي اكس والاي واي والاي زد هي مقادير موجودة على الاكس والواي والزد على التوالي.
والآي والجي والكي هي وحدات متجه مقدارها واحد بس الاتجاه يختلف. حتى أحسب مقدار المتجه أو وحدة المتجه لأي متجه بالفضاء أستخدم العلاقتين التاليتين. العلاقة الأولى مقدار المتجه A يساوي تحت الجذر AX تربيع زائد AY تربيع زائد AZ تربيع. أما اليونت فيكتر فيساوي مقدار المتجه الكلي إلى المتجه إلى مقدار المتجه A. يعني أي يونت فيكتر يساوي كمية المتجه على مقدار. هذا هو المتجه بالفضاء. مثل ما تلاحظون إلى ثلاث كميات عددية، وكل كمية عددية مقيدة. هذا التقييد مهم لأن أي علاقة رياضية أو جبر للمتجهات تخضع لهذا التقييد، إنه هاي الكمية مقيدة بالآي، والآي الأي واي العفو مقيدة بالجي، والأي مقيدة بالكي. مثال، المثال التالي عندنا متجه اللي هو متجه الرمز مالته بي كابيتال، ونطينا فوق الرمز علامة السهم، يعني هذه هي الكمية اتجاهية. بما انه هي اتجاهية اذا كل مقدار بيها الى يونت فيكتر. قيمة هذا المتجه هو ناطيني اياها بالسؤال او بالمثال. اثنين باتجاه الاي، وقلنا الاي يعني باتجاه الاكس، واثنين جي يعني هاي الاثنين هي موجودة على الواي، ناقص كي يعني هنا عندي سالب واحد باتجاه الزد. المطلوب من عندنا احسب مقدار وحدة ووحدة المتجه، يعني يريد من عندنا مقدار المتجه مرة ووحدة المتجه مرة أخرى. مقدار المتجه بي يساوي، هنا نستخدم القانون، قانون الجذر، بي اكس تربيع زائد بي واي تربيع زائد بي زد تربيع. طبعا البي اكس هي 2 والبي واي ايضا 2 والبي زد هي سالب 1. راح نوضع 2 وال2 والسالب 1 تحت الجذر ونرفع القيم. طبعا هنا السالب راح يروح لان تربيع السالب 1 هو 1، راح يصير عندي جذر 9 ويساوي 3. هذا هو مقدار المتجه به. طبعا وحدة المتجه بي هي اليو، دائما وحدة المتجه نرمز لها بالرمز يو، يساوي المتجه نفسه، وعندي انا المتجه متوفر على مقداره، مقداره ايضا توفر عندي من خلال قانون الجذر. صار عندي المتجه قسمته على 3 راح يعطيني يونت فكتر. طبعا هذا يونت فكتر، اذا تقدر تجرب تحسب لي مقدار اليونت فكتر لازم يطلع لك 1. الموضوع المهم، احنا صار عندنا فكرة عن الكميات العددية والكميات الاتجاهية، لازم نشوف القوانين اللي نقدر نطبقها على الكميات الاتجاهية، يعني جبر المتجهات اللي هي الطرح والجمع والضرب. الضرب نوعين، هو ضرب عددي وضرب اتجاهي. موضوعنا هذا يخص الجمع والطرح، موضوع واضح وما بالتباس، مجرد قاعدة تمشي عليها. قلنا احنا اذا عندنا متجهين A والمتجه الاخر هو B، حتى اوصف المتجه بالفضاء قلنا له 3 قيم AX وAY وAZ، والB متجه الاخر له 3 قيم ايضا PX وBY وPZ. طبعا كل قيمة راح تختلف هنا الكمية الاتجاهية، اذا كل قيمة لها يونت فيكتر، وقلنا يونت فيكتر الـ AX يعني باتجاه الـ X هو الـ I، وباتجاه الـ Y الـ J، وباتجاه الـ Z الـ K. المطلوب إذا مطلوب من عندك جمع متجهين، يعني هنا عندك متجه C يساوي A زائد B، وإذا طرح متجهين ينطيك متجه أيضا D يساوي A ناقص P، يعني الـ C عملية جمع والدي هو مثال لعملية الطرح. عملية الجمع تخضع لتوحيد اليونت فيكتر، يعني أجمع الكميات المقيدة بنفس المحور، يعني الـ AX والـ BX أجمعهم
سوية، لأن اثنيناتهم وين موجودين؟ على يا محور، على محور الأكس. زين، على محور الواي شين عندي؟ عندي أي واي وعندي البي واي، كذلك أجمع هاي الكميتين لأن اثنيناتهم موجودات على الواي، زائد أي زد بي زد مضروبة بالكي. طبعا هنا عندي الأي زد والبي زد هي اثنيناتهم على المحور زد، لذلك اليونت فيكتور للمحور زد هو الكي. جاي تلاحظ انه انا عندي المركبات او الكميات العددية هي اما باتجاه الاكس يعني الاي، او باتجاه الواي يعني الجي، او باتجاه الزد يعني الكي. وهاي الكميات هي اي اكس بي اكس حسب المتجهات المعطاة عندي. اما المتجه الاخر اللي هو دي طبعا يخضع نفس القاعدة، ما عدا الإشارة تتغير، بدل الموجب شو يصير هنا عندنا؟ سالب، ونفس المعطيات راح تكون الكميات واليونت فيكتور. يعني يونت فيكتور اللي موجود على X يعني الآي، راح نطرح الأي إكس نطرح من عندها بي إكس، ما يصير نطرح بي واي على سبيل المثال. ليش؟ يعني البي واي موجودة على جي والبي اكس موجودة على الاكس او الار. اذن راح تصير عندي الكميات الاتجاهية كالشكل التالي: سي يساوي اي سي اكس زائد جي سي واي زائد كي سي زد. كذلك بالنسبة للدي ايضا اي دي اكس زائد جي دي واي زائد كي دي زد، لان الكميات الاتجاهية اللي اي كميه اي طرح كميتين او جمع كميتين اتجاهيه لازم الناتج يكون متجه، ما يصير انت تجمع متجهين تطلع لك كميه عدديه، او تطرح متجهين تطلع لك كميه عدديه، لازم تطلع ايضا كميه اتجاهيه. هاي الملاحظه خليها يهمك، لازم عمليه الجمع عمليه الطرح للمتجهات تعطيك ايضا كميه اتجاهيه. مثال: اذا كان المتجهين A يساوي I زائد 3J ناقص 2K، والمتجه الآخر B يساوي 2I ناقص 3J ناقص 4K. نعطيك متجهين، يريد من عندك تحسب A زائد B، والمطلب الآخر يريد من عندك A ناقص 2 في B. طبعا هذا المطلب الثاني راح أخلي عليك واجب، أنا راح أحل لك المطلب الأول اللي هو يريد من عندك A زائد B. طبعا هو بالبداية نعطيك الـ A، الـ A يساوي I زائد 3J ناقص 2K. لاحظ عزيزي الطالب هنا الـ I تمثل يونت فيكتور الـ X، يعني أكو هنا كمية عددية إضافة لليونت فيكتور. أشقد هنا الكمية العددية؟ واحد. شو تمثل هذه الواحد؟ يمثل الـ AX زائد 3 في جي، هاي الثلاثة موجودة على اليمن على الواي، إذن هي قيمة الاي واي ناقص 2 كي، هاي ناقص 2 تمثل اي زد. ليش؟ لأن هذا الاي هو بالفضاء، إلى ثلاث قيم، واحدة باتجاه الاكس، واحدة باتجاه الواي، واحدة باتجاه الزد، وكل قيمة مقيدة. طبعا الواحد مقيد بمن؟ بالاكس، والثلاثة مقيد بالواي، وناقص 2 مقيد بالزد. نفس الآلية طبقها على البي، يعني 2 تمثل بي اكس، سالب 3 يمثل بي واي، سالب 4 يمثل بي زد. إذن اي زائد بي يساوي، لازم استخدم القانون اللي اثبتناه سابقا، انه كل كميتين عددية موجودة على نفس المحور نجمعها سوية، يعني AX مع BX، ما يصير أقول AX مع BY. ليش؟ لأن هاي الكميتين وين موجودة؟ على المحور X. عرفت أنا الـ AX 1 والـ BX 2، إذن النتيجة راح تكون 3، هاي الثلاثة وين موجودة؟ على R يعني باتجاه الـ X، زائد J AY 3 والبي واي سالب 3، بالنتيجة راح تكون 0، زائد الكي، الكي هنا عندي قيمتين اي زد سالب 2 مع
مع سالب 4 النتيجة راح تكون سالب 6. لأن اثنيناتهم سالب 6 العفو سالب 2 وسالب 4 وين موجودات؟ على الكي. إذا النتيجة مالتي راح تكون 3 على محور الإكس ناقص 6 على الزد. شكرا جزيلا لكم.